يعني إذا ما تحدثنا عسكريا واستراتيجيا بأي قدر بعد كل هذا التحليل، أظهرت في الحقيقة وهن أو ضعف جاهزية الدفاع الجوي وحتى بعض الخلل في المجال الاستخباراتي، وما الذي يتطلبه ذلك؟ يعني بشكل أو بآخر تواجد القوات الأمريكية سواء في الأردن أو في سوريا في منطقة 55 أو في العراق أو في أي منطقة، حماية هذه القوات يقع على عاتق القوات الأمريكية، وأمريكا لا تثق كثيرا في حلفائها من أجل حماية قواتها. ومن هنا تقوم أمريكا بنصب رادارات بعيدة المدى وأجهزة استشعار عن بعد، فضلا عن الرقابة الجوية والفضائية بالمسيرات. وبالتالي هذا الخرق الذي حدث أمس باستهداف البرج 22 يعتبر تقصير من الناحية العملياتية والرادارية المتواجدة في المنطقة 55، ويعني هناك منظومة رادار تكشف حبة البيسبول على مسافة يعني أكثر من 200 كيلومتر بسرعة 1000 كيلومتر. كيف وصلت هذه الطائرة هذا البرج وهي تحمل عدد أو شحنة كبيرة من هذه المتفجرات الذي أدى إلى مقتل هؤلاء وجرح هؤلاء 38 جريح؟ وبالتالي التقصير يجب أن الأمريكان أن يقوموا بتحقيق يعرفوا ما مدى التقصير أو مدى عدم يعني نجاح هذه المنظومات الرادارية في كشف الأهداف الجوية. ونحن ننظر أنه في منتصف العام الماضي هاجمت الميليشيات قاعدة نفس القاعدة بخمس مسيرات، تم إسقاط الخمسة، واحدة منها فقط تمكنت من الوصول إلى القاعدة ولكن أسقطت وتم جرح ثلاثة جنود، لكن لم تتمكن هذه المسيرات من الوصول وتدمير هذه الأهداف. وبالتالي التقصير يقع على عاتق القوات الأمريكية التي يمكن بالرغم من سخونة المنطقة وسخونة الحدود الأردنية السورية نتيجة تهريب مخدرات، هناك يعني ربما ترهل، ربما تعامي، ربما لا أدري ماذا أوصفه، لكن الأمر يقع على عاتق أو تقصير من على عاتق القادة الأمريكان الموجودين في تلك المنطقة. ومعروف أن جثة الدفاع الجوي الأمريكية هي الأكثر تطورا في العالم، وخاصة على ذات المدات القصيرة والمتوسطة، وخاصة في منطقة ساخنة مثل هذه المنطقة. وبالتالي يجب أن لا يلوم أحد، ويعني الميليشيات منذ أكثر يعني في العام الماضي في مرات عديدة حاولت الوصول إلى تلك المنطقة واشتبكت برية معها ولم تصل إلى أن تؤثر على القوات الأمريكية. لكن لماذا الآن وصلت؟ ربما يكون هناك أمر آخر تسعى إلى تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الاستهداف. هل هذا الأمر مقصود أو غير مقصود؟ لا نستطيع أن نحدد ذلك. من إربد العقيد إسماعيل أيوب الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك.